احتشدت قوات الشرطة العسكرية الصينية بالقرب من هونغ كونغ. أوضحت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الرسمية أن الوجود العسكري الصيني في مدينة شينشن المجاورة رسالة تحذير واضحة لمتظاهري هونغ كونغ. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حذر من خطورة الوجود الصيني قرب هونغ كونغ، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يفاقم الأزمة.